لقد طلبت الخشب من المتجر. أهو كافٍ لبناء الكوخ الخشبي؟ لا تقلق يا ساهر، طلبت كمية كافية. ولا مشكلة في نقل الخشب إلى غابة الأصدقاء، سينقلها شرارة ويوصلنا إلى هناك. رائع. الشيء المهم هو أن نبقي راجي ومنى بعيدين عن غابة الأصدقاء، فإذا عرفا نكون قد أفسدنا المفاجأة. حسنا، هل يعرف كل واحد دوره؟ نحن سنبقي الصغيرين مشغولين بينما يقوم الآخرون ببناء الكوخ. وداعا أمي. لقد جاء. مرحبا جميعا. مرحبا. جئتما في الوقت المناسب، هل أتيتما لمساعدتي في المستشفى؟ بالطبع يا لينا، سيكون ذلك ممتعا. وعندما تنتهيان من مساعدة لينا، أتستطيعان لعب الكرة مع همام في مخفر الشرطة؟ بكل تأكيد. أيمكنني البدء أولاً يا لينا؟ حسناً يا منى، لنرى إذا كنت قادرة على إيجاد عمود فقري في هذه الدمية. ما هو العمود الفقري؟ إنها سلسلة عظام مهمة. أهي قرب أذن الدمية؟ حسناً، الفقرات هنا يا منى، على امتداد الظهر كله. وداعاً، حظا موفقاً يا أصدقاء. اتصلوا بي عندما تريدون العودة. شكراً يا دهشان. وداعاً. لا أستطيع التركيز في هذا الحر. ما هذا؟ إنه كوخ صغير للغاية. هذا مجرد رسم للكوخ، وهو مخطط البناء فقط. نعم. الآن فهمت. أولاً، يجب علينا حساب مساحة الأرض بدقة. متر واحد؟ اثنان، ثلاثة. ثلاثة، سبعة، ثمانية، عشرة، عشرة أمتار. أعتقد أنك أخطأت في الحساب يا ساهر. واحد، اثنان، ثلاثة. ستكون مقدمة الكوخ بطول 5 أمتار يا بنان. هذا صحيح يا نادر. كيف تفرق بين الجزء الأمامي والجزء الخلفي؟ يكون الباب في المقدمة يا ساهر، انظر، إنه هنا. حان دوري الآن يا لينا. حسناً يا راجي، أريدك أن تضع اللصاقة الطبية على عظمة ساق الدمية. وضعتها في المكان الخاطئ يا راجي، هذه هي عظمة الساق في الجزء السفلي من الساق. سأحفظ هذه المعلومة. أحسنت يا راجي، حان وقت ذهابكما إلى مخفر الشرطة، يجب ألا تبقياهما منتظراً. اخترنا اليوم الأكثر حراً في السنة لبناء الكوخ. نحتاج إلى شرب الماء لنأخذ استراحة. يبدو أن ساهر سبقنا يا نادر. ألا تريد اللعب بسبب الحر؟ ستكون الحرارة منخفضة في الغابة. فكرة رائعة جدا يا راجي، هيا بنا. مهلا يا منى، من الأفضل أن نخبر نبهان وأماني بأننا ذاهبون أولا. نبهان، أماني. أظنهما مشغولين، علينا ألا نعطلهما. يمكننا أن نخبر شهاب بمكاننا، وهو سوف يوصل الرسالة إلى نبهان وأماني. شهاب! أنا آسف، لابد أنني غفوت بسبب الحر. شهاب، هل أخبرت نبهان وأماني أننا ذهبنا للعب بالكرة في ملعب غابة الأصدقاء؟ في غابة الأصدقاء؟ لا لا لا، لا تذهبا. الجو حار هنا. نبهان وأماني لن يمانعا. لا، انتظرا. لا عليك يا شهاب، همام سيعتني بنا. وداعا يا شهاب. هيا يا همام. إلى غابة الأصدقاء؟ يا إلهي. شهاب، ما الأمر؟ لقد ذهب راجي ومنى إلى غابة الأصدقاء. يجب علينا أن نلحق بهما قبل أن يكتشفا المفاجأة. هذا أفضل بكثير.
أشتم رائحة حريق. انظرا، حريق! قد ينتشر بسرعة بسبب الحرارة. نحن في حاجة إلى طاقم الإطفاء في غابة الأصدقاء حالاً. أكرر، حالاً. لا تقلق يا نادر، سنأتي حالاً. قسم الشرطة، أجيبوا من فضلكم. نبهان يتكلم، ما الأمر؟ هناك حريق في غابة الأصدقاء يا نبهان. يا إلهي، الصغيران في الغابة. هذا سيء، علينا أن نخمد الحريق فوراً. سنتوجه إلى الملعب. الحرارة منخفضة أكثر هنا في الغابة. ما بك يا همام؟ يفترض أننا جميعاً نلعب بالكرة. يا إلهي، انظري يا منى، هناك حريق. علينا الخروج من الغابة، هيا. تعال يا همام. علينا أن نتحرك بسرعة يا دهشان، فالحريق ينتشر بسرعة. ابتعدوا من هنا جميعا. أحسنتم صنعا أيها الطاقم. أهناك حريق آخر في الجوار؟ أنت محقة يا فلفلة، إنه هناك. إنه كبير جدا وينتشر بسرعة. لا أثر للصغيرين في أي مكان يا نبهان. لا تقلقي يا أمان، سوف نجدهما. ساعدنا يا شهاب، نحن هنا. لقد رأيت راجي ومنى. بسرعة، علينا أن نخرج من هنا. إلى دهشان، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا نبهان. وجدنا همام والصغيرين والجميع على ما يرام، لكن يوجد حريق في ملعب الأطفال. نحن ذاهبون إلى هناك يا نبهان. أسرعوا قدر الإمكان، فهو ينتشر بسرعة. الحمد لله. انتهينا. أصبحت غابة الأصدقاء آمنة الآن. ما الذي سبب الحريق؟ الحرارة، فأشعة الشمس الحارة تحرق الأعشاب الجافة وتتحول إلى حريق بسرعة كبيرة. ما هذا؟ لقد كان مفاجأة لكما. كنا نبني كوخا خشبيا كي تلعبا داخله، لكن النيران دمرته. خسارة. لا تحزنا، سنبني لكما كوخا آخر. ليس في هذا اليوم الحار، فالحرارة تفقدني تركيزي. هذا ما كنت في حاجة إليه طوال اليوم.